خلاص زهقنا قاعدين في الكورنتين almost 2 months. الواحد اتخنق خلاص، قلت اخد بنتي عشان طالع من امتحانات فسحة مش لاقي اي حتة اروحها. رحنا عند ليك كده اهوت، هي بوتس زي ما انتوا شايفين تام، كل حاجة واقفة، مفيش ولا مخلوق بسبب كورونا فيروس. كورونا عاملة شغل جامد قوي قوي، كله قلقان، كله خايف، كله قاعد في البيوت، بس احنا زهقنا، الجو حار جدا، الواحد خلاص مش عارف يعمل اي حاجة غير اصور اي حاجة. زي ما انتوا شايفين المراكب كلها واقفة، مفيش حياة، مفيش لايف، كل الناس في سكون، كله قاعد في البيوت. الأشجار كلها متعطلة، الدنيا كلها واقفة، ربنا يزيح وتخلص الموضوع على خير. الأعداد قاعدة بتتزايد كل يوم، مش عارفين آخرتها إيه. شايفين كل المراكب واقفة، ولا حد بيتحرك، كله قاعد في البيت.